يا مساء الخير، سنوت انا هقعد ساكتة خالص لحد ما تخلص. ماشي، هو انا قربت اخلص يعني. حاجة شبه اللي انا شايفاه بس مش بالظبط. ما ده بقى انطباعي عن اللي انا شايفاه، يعني فكرة الشجر والعمارة. وده ايه؟ دي شجرة. ده شجر؟ اه، بس انطباعي انا عن الشجرة مع العمارة. اوكي، عايزاه لو دغمستي عينيكي شوية كده ممكن تلخصي أي شكل عضوي لشكل هندسي. فأنا بشوف الشجرة مثلا شكلها عضوي، بس لو بعدتي شوية هتحسي إنها كتلة هندسية. يعني انا مع ايه دغمست عينيا؟ دغمستي عينيكي اه، كده انا شوية. دغمست عينيا هنا شويه. اه اه بس انا الفراغات هي اللي قادره اشوفها اشكال هندسيه. بالظبط، يعني انت شايفاه كده ممكن حد تاني يشوف الظل هو الأشكال الهندسية، الضوء أشكال هندسية. انت بتلعبي اللعبه دي كتير؟ اه، ما بحبش اخد الحاجة، ما بحبش انقل الحاجة زي ما هي، عشان لو عايزة انقلها زي ما هي ممكن اصورها. بس انت مش دايما بترسمي حاجة انت شايفاها. لا مش دايما، بس انت بتاخدي من اللي قدامك او من الطبيعة نسب، ابعاد، حاجات كده ممكن تفيدك في التصميم بتاعك، وبعد كده تلعبي جواه. طيب انت دلوقتي آية طارق المشهورة بانك رسامة جرافيتي، بس انت مين؟ انا آية طارق. آية طارق بس. انا مؤكرم بس. آية طارق اللي بتعمل ايه وايه يعني؟ والله انا بحب ارسم عموما، يعني بعمل بينتينج مينلي، يعني انا اتخرجت من فنون جميلة قسم تصوير، فبحب البينتينج. تصوير، الناس معظم الناس بتفتكر انه تصوير يعني تصوير فوتوغرافيا. هو التصوير اصله تصوير الزيتي، الناس قبل ما يبقى فيه كاميرات كانوا بيجيبوا رسام، كان شغلته ان هو يعمل لهم بورتريهات عشان ما عندهمش كاميرا، فكان هو بيرسم الناس، فكان تصوير وقتها. ففضل هو برضو فن التصوير الزيتي. دلوقتي في تصوير فوتوغرافي، في تصوير وتصوير كذا نوع تصوير. فانت بتعملي تصوير بمعنى زيتي، زيتي رسم وجرافيتي وايه كمان؟ وبطبخ. بحب اطبخ. طبخي حلو؟ اه. طبخي ايه؟ باميه بقى و اه، ده اكل اكل. اه، ومسبك بقى وكده؟ اه مسبك. ما يغرناش منظرك خالص خالص. يعني. طب انا عايزه شويه اقف عند الجرافيتي، وعايزه اعرف ايه الجرافيتي ويفرق في ايه عن الرسم وعن التصوير وعن هو الجرافيتي. يعني في بداياته كده في السبعينات وكده في امريكا كان عصابات او مثلا اولاد في الشارع لهم اسلوب حياه معين، كل واحد بيكتب اسمه بحيث ان هو يحدد ان دي منطقته، او اكتر واحد بيكتب اسمه بيعمل تاجينج، يعني بيقول انا موجود، يعني بيثبت وجوده وبيختار على نفسه اسمه واستعار وبيكتبه على الحيطان. فكان فيها برضو فكر، بعد كده بدأت الأسامي تكبر لأن كل واحد عايز يبان أكتر، وكان في رسم على الترينز طبعا، على القطارات. فكان فيها نوع من المغامرة، وفيها نوع برضو إن هو كل واحد بيكتب اسمه إن أنا موجود وإن أنا ملك الشارع وإن الشارع ده بتاعي وأنا علمت عليه وبتاع. فدي فكرة بتاعت يعني أمريكا، فهي دخلت بعد كده أوروبا برضو، الناس بدأت تكتب أساميها على حاجات الكهرباء، وبيخرب يعني في حتة برضو التخريب، جاي من حتة التخريب اللي هو انتوا الله العمارة دي نضيفة، طب هسخها لكم، يعني اللي هو معترض على اللي هو الـ 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 الحاجات العادية أو التقاليد العادية بتاعت المجتمع، إن هو لازم العمارة تبقى نضيفة، اللي هو لا أنا هسخن. اوكي، فجت من الفكره الاساسيه كانت جايه من الشق ده اللي هو امريكا، بس بعد كده بدا الموضوع ياخد شكل تاني، خصوصا في اخر 10 سنين وقت بانكسي وكده بدات تبقى حاجات لها. ايه البانكسي؟ بانكسي ده فنان من لندن. بيعمل اعمال ستانسل سياسيه وليها بعد سياسي او بعد يعني مقاوم. اه،
فكان بدا الموضوع ياخد شكل تاني اللي هو ستريت ارت اللي هو فن الشارع. الموضوع بدا يبقى منظم اكتر، بدا يخش فيه حاجات فيجوالز فنيه اكتر، ادوات تكنيكس اعلى، الناس بدات تجود جامد، بدا الموضوع يبقى في تقبل اكتر وبقى متعرف عليه اكتر من فكره التخريب. مش فن مش طبقي، يعني مش لطبقه معينه يلبسوا شيك ويروحوا معرض ناس تعرف بعض يشربوا مع بعض حاجات ويتفرجوا على الفن واو الفن الغالي وبتاع. لا، هو اي حد في الشارع متاح لي ان هو يبقى شايف ده قدامه ويقف ويتكلم ويحصل حوار عليه. فده اللي عجبني فيه، انه في ناس بتوصل له احسن وبتوصل له اسرع. وانت قلتي لي انه بما انه فن مش طبقي وبما انه متاح للناس فكل الناس بتقدر تتفرج وتتناقش وكده، عمرك دخلتي في النوع ده من المناقشات في الشارع حوالين حاجة انت رسمها مع ناس معدية؟ بصي بصراحة، انا هكلمك بصراحة، يعني انا ما بحبش اتكلم مع الناس، يعني هو ده كلامي مع الناس، يعني ارمي لهم الحاجة وهما يقعدوا يتكلموا او يخشوا لي على البيج. لو حد بيهاجم مثلا حاجتي او عايز يتناقش معايا بسيبهم هما يتناقشوا مع بعض، لان انا خلاص الجزء بتاعي في النقاش خلص، لان انا حطيت اللوحة او الرسمة ومشيت. تلاقي حد كده يطلع يقول لك اللون الاحمر ده بيرمز لكذا، وانا ولا قصدي اللي قاله ده خالص ولا لون احمر ولا اي حاجه، هو اللون عجبني حطيته. انت غير الجرافيتي انت بتعملي حاجه بترسمي ديجيتال؟ اه. يعني ايه؟ والله هو ده يعني حصل مؤخرا، يعني كنت بحب ارسم الاول على ورق، لقيت ان انا مثلا حابه اطبع ده على كبير فبدات ارسم ديجيتال. ديجيتال برضو عالم غير محدود، يعني زي ما الديجيتال تكنولوجيا، القلم ده تكنولوجيا، يعني مثلا من 50 سنة ما كانش عندهم القلم ده. صحيح. فكان في رفض الاول للتكنولوجيا والديجيتال، بس لازم نتقبل ان الديجيتال ده خلاص بقى امتداد شخصي لينا، او بقت اداه من ادوات الكرييشن اللي ممكن تديكي ابعاد وتديكي مينز اكتر من اللي موجود قدامك، تخلي الكرييشن ملوش حدود. انت عايشه هنا لوحدك؟ لا، معايا روميتس ندى وشمية. انت اوضتك والاستوديو كله؟ اه، ده مؤقتا يعني قبل ما الاقي مكان احط فيه حاجتي. دي دلوقتي شغاله عليها صح؟ دي شغاله عليها، هتروح الصين. هتروح الصين؟ اه. عشان كده ميد ان تشاينا؟ اه، فكره بس ان هما المكان بتاع الكوميونيزم، وفي نفس الوقت هو المكان وهو ايه؟ هو في نفس الوقت المكان بتاع اللي بيعمل كل حاجه للعالم الاستهلاكي، امريكا وكده، يعني كل المصانع هناك. ممكن اوريكي شغل الشارع. اه بالظبط. يعني ده مثلا شغل، دي اكبر لوحه عملتها كانت في المانيا، دي 20 متر. دي اللي بتستخدمي فيها الكريم؟ دي بستخدم فيها الكريم. ودي خدت قد ايه وقت؟ دي خدت 5 ايام بس، يعني لما الشمس بتغرب كان لازم نمشي لان ده كان حوش مدرسه. ودي كانت ايه برضو؟ ده كان فيستيفال في المانيا اسمه سيتي ليكس، من اكبر فيستيفالز في العالم للستريت ارت. وانا عايز اشوف بتاع جيرباهود. جيرباهود ايه؟ جيرباهود، جيرباهود برضو فيستيفال، كان من اكبر فيستيفالز في العالم للستريت ارت. فنانين وكيوريتورز احتلوا جيربا
وعملوا في البتاع كلها في المدينة كلها شغل على الحيطان تحت كونسبت معين ولا كل واحد يعني حر في تحت كونسبت؟ لا هو انت بتشوفي الحيطة ظروفها بتشتغلي معاها. فدي كان المفروض واحد صياد صياد اللؤلؤ. ليه سبتي اسكندرية اصلا؟ عشان مفيش حد في اسكندرية، اصحابي مشوا اللي هاجر واللي جه هنا القاهرة بس، فلقيت نفسي لوحدي. فقلت وليه ليه هجوا ليه طفشوا كده؟ عشان مفيش شغل مفيش فرص مفيش اي حاجة، كله هنا. ايه اكتر حاجة مفتقداها في اسكندرية؟ والله مفتقدة البحر، يعني فكرة اللاندسكيب البحر، وما تشوفيش مباني او ما تشوفيش حاجة بعد البحر، يعني سما وبحر بس ملوش نهاية. ده كان شيء جميل. وطبعا الجو كان ساعات بيبقى اظبط شوية، بس كنت بتعب من الرطوبة في الصيف. كنت بتشتغلي فين؟ ساعات في البيت وساعات في محل بتاع جدي. ايه محل جدك؟ جدي كان رسام مشهور في اسكندرية، رسام افيش، رسام افيشات ودعاوى اعلان وكده. فكان عنده محل بتاعه استوديو في محطة رام. فبعد ما اتوفى في التسعينات وكان عندي 4 سنين، ف رجعت قعدت اشتغلت فيه شوية دي فترة من 2008. احكي لي شوية اكتر عنه، كان كان بيعمل ايه، وانت ازاي يعني ازاي اثر فيكي وهو مات وانت عندك 4 سنين؟ هو انا كنت بقى يعني كان عندي 4 سنين بس، كنت بروح مع ماما اشوف بيعمل ايه. فاكرة يعني فاكرة حاسة يعني فاكرة الحاجات. بس انا قررت ابقى رسامة بسبب ان هو يعني عجبني حياته بصراحة. يعني كان بيبقى قاعد في الشارع على طول جنب المحل، بيفرد البانوهات بتاعت الرسم في الشارع والناس بتحترمه جدا، فكنت عايزة ابقى زيه. والالوان وريحة الالوان والحاجات دي، كل التفاصيل دي انت فاكراها؟ ما هو الطفل بيفتكر الحاجات دي، يعني هي بتأثر. الطفل بتفتكر ان هو مش فاهم حاجة بس الحاجات دي بتأثر فيه. كنت بدأتي شوية ترسمي ساعتها؟ شافك بترسمي، شاف رسوماتك، لحق يشوف اي حاجة من حاجتك؟ ما انا كنت عايشه الدور بقى من ساعتها. افتكرت نفسي رسامه، كنت باخد الوان واقعد ادلوه على بعض اقول له سريالي وبتاع. بس هو انا ما لحقش يشوف حاجه، بس انا كنت برسم على طول. انا كنت تقمصت شخصيه الفنان من ساعتها، والموضوع كبر معايا لغايه ما كبرت يعني، وقلت اخش فنون جميله. طب ومين يعني الورشة فضلت مكملة بعد ما هو توفى صح؟ مين اللي كمل؟ جدتي نزلت بعد ما جدي توفى، هي كانت ست جدعة جدا، فكانت بتنزل تمشي برضو محطة الرمل وتقعد وتدير الموضوع. بس كان في صبيانه يعني كانوا بيشتغلوا، بس كانوا بيعملوا دعاية بقى بتاعت الانتخابات أو يفط أو كده. ما بقاش في الشغل بتاع زمان، لأن بعد التسعينات ما بقاش في ناس ترسم افيش، او ما فيش ناس تعمل حاجات يدوي، كله قلب كمبيوتر. فشغل المحل ما اتطورش طبعا، فهو شغله وقف بقى حاجات يدوي برضه، فكانت حاجات بسيطه. بس فاكره اول مره نزلت في الشارع؟ تقريبا الساعه 2 الظهر انا وسط الناس عادي خالص على الترماي. عملنا الراجل بتاع عرق سوس وتصورنا جنبه كتير عشان كنا فرحانين جدا، ولبسنا قميص كده ومشينا. والناس ما كانتش فاهمه حاجه، بس يعني كان ساعتها ما كانش في حد بيرسم في الشارع، او يعني ما كانش في حد بيرسم اصلا. ما طبعا يعني. بس فرد فعل الناس كان ايه يعني؟ بس مش فاهمين حاجه ولا بيسالوا؟ مبسوطين، محدش زعق يعني، مش زي دلوقتي. كان لسه الموضوع كده جميل، اللي هو بيرسموا رسومات في الشارع دي حاجة لطيفة. وفضل الموضوع مكمل معانا ان دي حاجة لطيفة، يعني احنا بنينا كوميونيتي في اسكندرية، في المكان اللي احنا كنا شغالين فيه. الناس كانت بتقول لنا عايزين نرسم عندنا على القهوة، نرسم عندنا. هما كانوا بيقولوا لنا تعالوا جيبوا لنا شاي وقهوة بتاع. كان في احترام يعني قبل الثورة. بس بعد كده الموضوع لما الموضوع دخل بقى سياسي اكتر بعد الثوره، طبعا في كلاشات، طبعا الناس بدات تبقى مش واثقه من بعض، فما بقاش في بقى اللي هو يتجنبوا الموضوع احسن.
وبقى في شتيمه كتير لو تاخدي بالك. وانت بتتكلمي عن الجرافيتي والثوره ليه بحس انه كانك حاسه لما بتقولوا فن شارع مش بتقصدوا الجرافيتي بس؟ أكيد. ولا الجرافيتي هو فن الشارع؟ لا لا لا، فن الشارع ده بيشمل اي يعني اي حاجه ممكن تحصل في الشارع، يعني اي اكتيفيتي ممكن تحصل في الشارع، مزيكا، رسم، اي حاجه، ده الموضوع بشكل عام. بس يعني انا بشوف دايما ان الموضوع ليه كذا شق. يعني بس انت كنت بتكلمني عن لبس حصل. ايوه، ما هو ده اللبس ده من خلال ان الموضوع ليه كذا شق، يعني ليه فكره التعبير في الشارع، او ان ممكن اي حد يقدر يعمل مثلا ستنسل بسيط او ينزل يكتب جمله معينه ممكن يعملها بمنتهى الحريه. لكن فكره نزول الفن للشارع ده موضوع تاني، يعني موضوع اعتقد ان هو بالمصادفه يمكن بقاله 5 أو 6 سنين هو ابتدى شهرته تزيد، وابتدى الفنانين يخشوا جوه الجاليريهات في العالم كله، مش بالمفهوم القديم بتاع ان فنان الشارع لازم يفضل في الشارع وما يروحش الجاليري. لا، لان دلوقتي العالم مستني حاجه جديده، يعني اعتقد ان الموضوع كان فيه بقاله فتره برضو فيه ركود كده، وان الفن بيعبر على اللي بيحصل في المجتمع، يعني ده بشوف كده. فدلوقتي المجتمع في فصل كده كبير ما بينه وما بين اي حاجه ممكن بتعملها المؤسسات. طيب انا فهمت منك انت ليه نزلتي في الشارع من الاصل، فكره التمرد على المؤسسه. لكن ليه بعد الثوره بطلتي تنزلي الشارع، مع انه زي ما كان عمار بيقول الثوره شويه نزلت الفن ده الشارع؟ فانت ليه بتقولي انها خدت الموضوع في مسار مختلف عن اللي انت كنت بتفكري فيه؟ هو انا ما بطلتش انزل الشارع، انا بطلت انزل الشارع في مصر، لان في مصر المنظر الفن ده خد قالب معين، فانا ما كنت عايزه اطلع بره القالب ده. يعني ما بقاش مثلا برسم وحد ياخد صوره، ومع الميديا طبعا حد ياخد صوره يقول لك ايه مثلا بترسم حاجه ثوريه ضد مش عارفه ايه، انت عارفه يعني. فانا ما كنتش حابه اتحط في الصدام ده، فانا كنت وفي نفس الوقت كنت عايزه مساحه اكبر ان انا ارسم حاجات اطور الشغل، يعني ارسم حاجات على سكيل اكبر، يبقى عندي كرين، يبقى عندي سقالات، يبقى عندي حاجات اكتر. فانا كنت بدور على حاجه بتبروفايد ده، وما كانتش موجوده في مصر. سيدي لما كنت بتنزل، يعني لما نزلت الشارع بعد الثورة كان الجرافيتي بتاعك مرتبط بالثورة، مرتبط بالسياسة طبعا. لان هو ده اللي نزلني، يعني لان انا ما كنتش نزلت قبل كده، فانا نزلت اللي اداني المساحة. انا كان تجربتي مختلفة، لان انا كنت بقف في الشارع ولاقي مظاهرة معدية مثلا 5000 واحد، فلا يعني انا بشوف ان كانت دي كانت لحظة بالنسبة لي ما كانتش تتعوض، يعني وان انا اخترت شارع معين هو اللي اشتغل فيه. ويبقى هو مساحه لاغلب النشطاء اللي عايزين يعني يعرضوا وجهه نظرهم بالطريقه دي ان هم يحطوه في الشارع ده. وفضلنا يعني متمسكين بان احنا دايما ان الحيطه دي هي الصحيفه بتاعتنا اللي بنقول عليها راينا. فارتباطي بالثوره اساسي، انا عكس ايه، انا يعني انا فاهم ايه بتتكلم في انهي نقطه ومتضامن معاها، واحنا متشابهين مع بعض عشان دارسين يعني نفس شكل الدراسه. فانا مقتنع بان اللي هي عملته في البدايه ده عملته بمنطق ان انا هنزل شغلي وخبرتي هنزلها في الشارع للناس كلها. جرافيتي في النهاية هو ما هوش فن دايم، هو فن زايل. يعني برضو دي وجهة نظر. لا مش قصدي ان هو في حد ذاته فن زايل، يعني انت في الاخر لما بترسم على حيطة في محمد محمود انت ممكن تيجي الصبح تلاقيها اتمسحت. أيوة. وده شيء طبيعي. او تلاقي جه حد ضاف عليها
حاجه وده شيء برضو طبيعي. فهي في انا اقصد زايل بالمعنى ده انه في النهايه اللي انت بترسمه النهارده مش هيفضل مش هيعيش بقيه العمر، مش زي ما هترسم لوحه صح. فبالتالي انت مش هيفضل ده مرتبط بيكي، لان انت نفسك لما تغيري رايك ممكن تيجي الصبح تزودي او تنقصي. بس في وسيط في وسيط تاني يعني اللي هو يعني فكره التسجيل، الحاجات دي يعني فكره تسجيلها بالفوتوغرافيا زي يعني الثوره كلها عندنا ما حدش يقدر يقول لنا ان هي ما حصلتش لان هي متسجله. انت قلت لي انك لسه في الشارع ايه دلوقتي الشارع قادر يستقبل ايه؟ هرجع تاني بقى لنقطه ايه يعني هي اللي ابتديته ايه من 2008 او قبل كده. 2008 كان ان هي بتعرض وجهه نظرها في الشارع فن يعني احنا ممكن زي ما هي بتقول تقولبنا، بس احنا يعني ما تقولبناش على قد ما احنا كنا مصرين ان احنا نطرح وجهه نظرنا بشكل، لان كنا دايما بنتهم ان الناس اللي موجوده في الشارع بلطجيه والناس اللي موجوده في الشارع كذا. وكان غريب عن الناس ان هي تشوف بورتريهات بالحجم الضخم ده وان هي تبتدي تتفاعل مع الحاجات ديت، فده كان شويه بيخلينا يدينا صبر ان احنا نكمل. لكن بعد كده ابتدى خلاص الموضوع يقل وابتدت الثوره تمر بالازمات بتاعتها اللي كلنا يعني عشناها. وقررت بقى مؤخرا يعني ان انا ارجع لنفس النقطه اللي هي اللي ابتدت منها، ان انا بس بعرض الحاجات بتاعتي اللي برسمها بمنتهى البساطه، برسم سكتش بورتري لشخص اي حاجه بحطها في الشارع من يعني بدون ما يكون ليها اي توجه ثوري ولا سياسي، لان هو في حد ذاته نزول الفن في الشارع هو ثوره. ايه اللي ممكن ينزلك تاني الشارع في مصر؟ وانا هنزل تاني الشارع في مصر عشان انا حاسه دلوقتي مفيش مساحه، ومفيش مساحه زي وقت ما الجرافيتي انفجر في مصر ما كانش في تضييق عليه من جهات معينه. دلوقتي في تضييق، فانا ما بحبش حد يقول لي مثلا ما ينفعش، فانا هنزل تاني. هنعملها صورتنا هنكملها حياتنا من النهارده احنا بس اللي هنرسمها ونحولها، محدش هيحبط فينا مش هنياس من اولها، دي السكه مش طويله وبلدنا هنجملها. هنعملها صورتنا هنكملها حياتنا من النهارده احنا بس اللي هنرسمها ونحولها، محدش هيحبط فينا مش هنياس من اولها، دي السكه مش طويله وبلدنا هنجملها. اخر شغل عملتيه كان باي تكنيك؟ ميورال، كنت بعمل ميورال اندورز جوه مكان. ميورال يعني جداريه؟ جداريه اندورز من جوه، جوه مكان مش بره مش خارجي. عندك اي حاجه ممكن اشوفها؟ عندي. انت جايبه البحر معاكي؟ لازم البحر عشان الناس اللي موجوده في المكان تحس شويه انها مش في القاهره. فكرت كده في ظروف المكان وقلت اعمل بحر عشان الناس اللي بتشتغل تحس بالانتعاش. اللي تحت ده كانه كتابات ولا انا ده اللي اتهيألي؟ لا ده بيتهيألي دي خطوط بس كأمواج بحر. ايوه هي اللي هي اللي كافحت واللي ربت قلبي في الاحلام متبت، فكره بتغير قضيه غنوه حلوه تقولها سومه، بنت بتخوف حكومه، حضن ام يلم عيله ويبني بيت، ايد بتبني وايد بتروي الخير في غيط، روح بهيه الحلوه هي بس مره في حال ظالم، دعوه بترد المظالم، قلب حالم كلهم لا كلهن جمع مؤنث سالم كلهم لا كلهن